المناتور يا جماعة. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وخلوني أرحب بضيفي اللي منورني ومشرفني، دكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية. برحب بحضرتك معانا. شكرا يا فندم، أهلا بحضرتك. مش يعني لا أخفيكم سرا أن أنا في الفاصل سألت دكتور مجدي سؤال أنا نفسي عايزة أعرف إجابته، وسألته قلت له يا دكتور مجدي أنا عايزة حاجة تتاخد تزود الحرق من غير ما توجع المعدة، فكانت الإجابة يا دكتور مجدي قولها لنا. مفيش حاجة تخش البق تنقص وزن. مكنة الحرق في الجسم هي العضلات. كويس. أنا عايز الحرق يعلى شوية يبقى أشغل العضلات تقوم الحرق يزيد. إنما الحرق المعتمد على الثيرويد الغدة الدرقية. الناس بتدفع وزنها فلوس عشان تظبطه. زي الله يرحمها ام كلثوم دفعت وزنها فلوس عشان تظبط وتوفت وما عرفتش تظبطها. فاحنا بنقول يلا السلامه حرق ايه اللي انا عليه ده؟ اللي بي عنده الحرق عالي يعني هيبره في الثيرويد ده بيبقى زي المجنون ينكش في شعره ويتعصب ويسورق ويلطش في اللي قدامه ومش طايق روحه. واللي بيبقى عنده الحرق واطي كغده يبقى مش قادر يرفع ايده من مكانها. أوكي. انما الغده مظبوطه شكرا، ابتدي بقى انا مش عاجبني وضعي انا ازود حرق الجسم للغذاء اللي داخل، مش العب في الهرمونات، وده لا يتاتى الا بتشغيل العضله. طب عندي سؤال. اتفضلي. خلطات الكمون بالليمون بالقرفه بالبابونج بالحاجات اللي الناس بتروح عاملاها وفي الاخر تجيب التهاب معده، دي بتعمل حرق؟ طبعا لا، مفيش كده، مفيش حاجه تخش البق تنقص وزن. انا الحقيقه سمعت كتير والصبح لازم ناخد ميه سخنه على الريق. أيوة. على اساس هتدوب ان الدهون دي موجوده زي السمنه موجوده في المعده تنزل عليها تطش تقوم سايحه. طبعا يعني ده هزار. هو صدقيني يا فندم المشكله مش في اللي بيتكلم. أوكي. المشكله في اللي بيسمع. ما عندناش قدره على الفرز والتمييز بين المعلومه الاعلاميه والاعلانيه. وبعدين النقطة دايما بقول مين اللي بيتكلم، أدور على مرجعيته الأكاديمية. ليه؟ عشان اللي بيتكلم لو اتكلم غلط تبقى في جهة علمية يتبعها، زي ما بقول تعلقوا من رجليه لو غلط. أوكي. لازم يتكلم نفس اللغة. وبعدين يا فندم مفيش حاجة اسمها أنا رأيي كذا، أنا ماليش رأي، أنا باحث. العلم بيقول أقول رأي الأبحاث. اللي أشوفه في الأبحاث أقوله. ما على فكرة كل اللي بيتكتب مثلا والناس بتتداوله إن ده وفقا للأبحاث، إن مثلا البردقوش بيعمل مش عارفة إيه وإيه وإيه، إن الكمون بيعمل إيه وإيه وإيه، فهي الناس بتبقى قارية على إنها دراسات. بالظبط يا فندم، زي ما بنقرأ ونقول ذكر مصدر رفض ذكر اسمه، ده اسمه ظهر. لا، أنا عايز أقول الأبحاث يبقى أقول البحث إمتى؟ وعنوانه إيه؟ ومنشور في انهي نشر بولت وطلع سنه كام ولقوا ايه وعليه ايه، لان اي بحث له وعليه. مفيش بحث بيطلع حاجه السماء ويسكت. لا، لازم يكون زي ما ليها ايجابيات زي ما ليها سلبيات. طب ما تيجي ناخد بعض كده في جوله للحاجات اللي بتتنشر في المواقع الاخباريه. فضل. وخليني هبداها مثلا ان تجنب المشي مثلا في الشمس، ودي من اهم نصائح مثلا لمرضى الضغط علشان يقدروا يواجهوا الموجه الحاره. طبعا دي حقيقه. طبعا دي حقيقه. مع ارتفاع درجات الحراره طبعا في مشكله كبيره لارتفاع ضغط الدم، وفي مشكله كبيره غير منظوره قوي او غير مناقشه على المستوى العام، وهي الفقد الكبير للمية. فبيحصل سرعة تخثر للدم جلطات، وعشان كده دايما بنقول احرص على الوفاء باحتياجاتك من المية. انا بعرف احتياجاتي من المية ازاي؟ تبعا لون البول، لانه فلان غير علان غير تركان غير غير غير. معدل البخر من فلان غير علان غير تركان. البخر من الهواء الزفير من الجلد من اليورين نفسه البول من تبع درجات الحرارة وتبع حركتي ونشاطي. لون البول مش شفاف مؤشر ان جسمي ناقصه مية. وعلشان كده انا الحالات اللي بتعامل معاها بقول لها على المية ايه لمدة 12 ساعة، اول 12 ساعة من يومه
بك، صحيت الساعة 8، صحيت 9، صحيت 12، صحيت 4 العصر زي ما النهاردة الشباب بيعملوا. مش شغل أنا دلوقتي، أول 12 ساعة مع دقة الساعة على رأس الساعة أشرب كوباية مية على رأس الساعة. حضرتك عطشان، بدل ما شربت كوباية شربت 4، ألف هنا، بس بعد ساعة ليه عندك كوباية؟ أنا ما برويكش، أنا بعمل بحافظ على ميوعة الدم، بوفي المية اللي وقعت من جسمك، بحافظ على كل حاجة. الناس اللي ما بتعطش يا دكتور؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده، هو ما عندوش إحساس بالعطش. إنما مش عنده عدم احتياج للمية، لا، يشوف لون البول، عشان كده ابتديت بالجملة دي. أوكي، طيب خليني يعني هخرج لفاصل. اتفضلي. نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وخليني أسأل دكتور مجدي، نشرب مشروبات سخنة ولا مشروبات باردة في الصيف؟ سؤال رائع، أشكر حضرتك عليه. صيف، شتاء، خريف، ربيع، المشروبات لازبد أنها تكون معتدلة درجة الحرارة. ليه؟ برضو الدراسات كتيرة جدا اللي تناولت الإحساس بالجوع واللي ابتدت تفحفر في الحاجات الجانبية. لقوا ايه؟ لقوا ان انا لما بشرب حاجة ساعة، جو حر فانا بشرب حاجة ساعة، بدي اشعار كاذب للجسم ان الدنيا ساعة لان انا دخلت حاجة ساعة. يقوم الجسم عايز يدافع، لقي الجو ساقع، يقوم يساعد على انطلاق الطاقة، او متحرق اكتر. ولذلك طلعت المقولة اللي بتقول ده احنا لما بنشرب حاجة ساقعة او متلجة في الصيف بنطلع علينا عرق. بنفرهد. الشتاء العكس. اما اشرب شيء سخن جامد في الشتاء عايز ادفى، ادي اشعار كاذب للجسم ان الحر الدنيا صعبة، يقوم الجسم يقربط على الطاقة او متكتك اكتر. صح. الايديال درجة حرارة معتدلة، حتى لصالح الفم والبلعوم واللسان والشفايف، اتجنب الالتهابات والاصابه بالاورام. ناكل ايه علشان في الحر؟ ايه الاكلات؟ ايضا سؤال رائع، اشكر حضرتك عليه. عاده احنا بنقول الوجبه لابد ان تكون ثلاثيه الابعاد. فيها مصدر للطاقه، مصدر للطاقه. الطاقه فيها نشويات، سكريات، دهون. ايوه. انما الاكثر امانا النشويات. كويس. بقدر تبع انا مين؟ انا عجوز زي حالاتي، قليل الحركه، مكتبي مش هين عليا، اقوم اعلي واوطي التلفزيون، جايب لي ريموت كنترول، يبقى احترم نفسي واقل من دي. معلش معلش. لا لا لا، ما انا مع حضرتك خالص، كلنا المفروض نعمل كده. اوكي. ده حاجه، مصدر، نقطه، محور من الثلاثه. اوكي. المحور الثاني البروتينات. البروتينات سواء لحوم، دواجن، اسماك، بقول، مش عارف ايه، بيض، لبن، يعني الديك الرومي او 1500 جنيه زي البضايه اللي ما اعرفش بقى بكام، بقت بكام دلوقتي، زي كام اشتري عدس، مش فارقه، طولها قد عرضها. طيب. البعد الثالث اللي الفرنسيين بيسموه الجارد مانجي، حارس الوجبه، طبق السلطه الخضراء خماسي الالوان. ببتدي اكلي، وده سؤال حضرتك، ببتدي اكلي بالعكس من السلطه لحد ما اشغل نص حيز المعده. طبق السلطه بتاعي تقريبا 400 جرام، اللي هو الطبق المتوسط. ادي كده خلصت السلطه، بعدها اكل ده مع ده. هعمل لنا ايه؟ هراعيه ايه غير الترتيب ده؟ طريقه الاعداد. اعتمد على الاكل الاحادي التركيب، بمعنى هاكل بيض، يبقى بيضايه مسلوقه، بيضايه اومليت زي بعضه، مقليه، اعملها بكشك، اعملها مش موضوعي. اوكي. انما ما اعملهاش مركبه، ما اعملهاش عجه. المكرونه هاكلها بصوص بولونيز زي بعض، صوص طماطم اتس اوكي. انا مش بشاميل بقى. الخضار نفس القصه، يا اسلقه يا سوتيه يا اشوحه ني في ني بخاطري، انا ما اعملوش طواجن. نظام بقى صواني الرواق والبطاطس البيوري. احنا جوعنا ولا ايه الموضوع؟ يعني طب لا 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 لا، ده يعني الطواجن والبوري هي دي المشكله. ملهاش مدخل. ما فيش. هي دي المشكله. وبعدين يا فندم في حاجه تاني برضو، سؤال حضرتك الرائع جدا. احنا مرتبط في اذهاننا نفسيا الصيف بالايس كريم. ايوه. بالمياه الغازيه، الجيلي. بالظبط. وعيب قوي ان يجي الصيف ويعدي وما اجيبش الذره، اقعد اكل 2 3 4 وانا قاعد مع احنا بنتسلى. طبعا. التسالي بقى ومنتجات المقله.
واحدث ولا حرج، اقوم وانفض من حجري شويه قشر لب كده كده. يعني عايز اقول لحضرتك هي دي كل ده ممنوع ولا كميات بسيطه؟ شوف انا اقول لحضرتك حاجه، طبعا كميات بسيطه جدا مفيش مشكله، لان أوكي. كل زي ما في سلبيات في ايجابيات، ولكن لابد ان ما انساش تاريخ ميلادي، انا مين، سني ايه. معلش كلامي يحزن، ما جراش حاجه. لا لا انا تاثرت، اراني تاثرت. لا لا لا، وانتوا صغيرين يا فندم، امال اللي زي حالاتنا. المهم حركتي، نشاطي، وهكذا. أوكي. هي دي النقطه. وخلينا بوجه عام نقول لبعضينا ونفكر نفسنا ان علشان احصل على صحه جيده لابد ان انا اراعي شويه اعتبارات بسيطه. نمره واحد، ماليش دعوه بكل ما هو سابق التصنيع، لان دي مشاكله كتير، اكل او شرب. نمرة اتنين، اعتمد على كل ما هو طبيعي. نمرة تلاتة، هعمل ايه مش هجيب ايه، اشغل المطبخ اللي في بيتنا اللي انا صارف عليه 100,000 جنيه ده. اشغله مش هجيب ايه ديليفري. ودي نقطة مهمة جدا. النقطة اللي بعد كده هو اراعي التوازنية في كل شيء. النقطة اللي بعد كده اظبط مواعيدي مع الشمس. النقطة اللي بعد كده يكون في شوية نشاط، شوية حركة، عشان اقدر اقول انا بحيا صح. هي عوامل مع بعض عشان احصل للصحة. انما المفهوم الرائج اللي سائد عند الناس، واللي حضرتك كان اول اسئلة حضرتك تفضلت بيها، الناس بيقولوا، الناس بتعمل، الناس مقتنع، الناس بكذا، المفهوم اللي سائد عند الناس ان اخد ايه يعمل لي ايه. مفيش كده، مفيش كده. هي مجموعة عوامل. أنا عايز أسأل سؤال دايماً بيشغل بالي. كان زمان أجدادنا مثلاً نلاقي فكرة نضارة البشرة وصحة الشعر ممتازة جداً. مظبوط. دلوقتي الناس من الولاد والبنات من العشرينات والتلاتينات يلجأوا للحقن ويلجأوا للي مش عارفة إيه. مزبوط. الحاجات دي بتجيب نتيجة؟ طبعاً لا. شوف أنا أقول لحضرتك حاجة، هو ليه كان زمان بيعملوا كده؟ ليه كانت النتيجة كده؟ نمرة واحد، ما كانش فيه تلوث. كلمة تلوث دي حطي تحتيها 100 خط يندمج جواها، تلوث البيولوجي سواء كان بكتيريا او فيروسات او ميكروبات، ودي ما اكثرها في الايام الاخيره لان مناعه الناس وقعت، فبقت الفيروسات اللي ما كانت موجوده بس ما كناش بنسمع عنها لان ما كانتش بتحوق في الناس. النهارده بقى اي فيروس يشاوروا عليه يوزوا الشيطان وهوب يقوم لاطش يقع البني ادم. ليه؟ لان المناعه جت في الارض. ده نمره واحد. فما كانش فيه تلوث بيولوجي، ما كانش فيه تلوث كيميائي. النهارده مبيدات، النهارده البلاستيك دخل في كل حياتنا. انا في حتت مش عايز اخش فيها، انما يعني اسمحي لي، جميع انواع المواد الكيماويه اللي بتتحط على الشعر، ان الصابون ما عادش بيعجبني، لا انا اجيب الشامبو ما اعرفش ايه. لا، طب كل ده كيمياء يا حبيبي، الناس فاهمه غلط. امال نغسل شعرنا بيه يا دكتور؟ الصابون يا فندم من فتره قديمه. لا مش اي صابون، ما بنقولش صابون غسيل. لا بس مش هو الصابون افضل حاجه في تقديري. يا ريت. صابون زيت الزيتون طبعا. اوكي. بس المظبوطه، مش اللي بتتباع ب 5 جنيه. المظبوطه. اتجاب منين انا ما اعرفش. اوكي. انما انا دي مجرد بقولها نصيحه من بعيد، انا مش بتاع جلديه، انا بتاع تغذيه. عايز اقول لحضرتك كل ما هو كيمياء كل ما بيعجز الجسم، بيفتح جبهات على الجسم. النمره اللي بعدها، النهارده الناس قلبت يومها. كان زمان الفطار مع الفجر، والعشاء مع العشاء، والغدا ما كانتش الشمس تبقى في نص السماء. اخواننا اللي درسوا علاقه الاشعه الكونيه على عمليات الفسيولوجيه بتاعت الجسم، لو انما عندما تتعامد الشمس على الارض يحدث اعلى انهمار للانفراريد، الاشعه تحت الحمراء، ولقوا ان الانفراريد بتساعد الجسم في تقويه كل العمليات الحيويه. ولذلك الاباء جعلوا الوجبه الثقيله وجبه الغدا. صحيح. الصح. عفوا، زمان كان الزواج الظهر، ما كانش بالليل زي النهارده. مفيش حاجه اسمها يعني، معلش، عفوا، كان في بعض الحاجات كتيرة. بالظبط. طيب عشان انا فاضل معايا 3 دقايق بس، انا عايز اسال بقى، تفضل. ناكل فاكهه ولا الفاكهه بتزود الوزن؟ سؤال ايضا جميل، اشكر حضرتك عليه. كان زمان الفاكهه بناكلها ازاي؟ يوم ما ربنا يكرمني هاكل برتقانايه او تفاحايه او عنقود عنب، عنده انيميا طول كده بس بعد الاكل، خلص خلص على كده. انما النهارده اللي بيحصل ايه؟ بجيب البرنيكه. ايوه. واقوم مربع قدامها. قدام التلفزيون. بس كده، هي دي المشكله. يعني لا افراط ولا تفريط. الفاكهه جميله بس ما انساش انها فيها سكر. أوكي. كتير قوي يقول ده انا ما بتعشاش يا دكتور، ده هي فاكهه بس. وادور وراها الاقي نص صينيه، نص برنيكه الجوافه اتاكلت.
تقول لي ما هي فاكهه يعني ايه فاكهه؟ ما هي سكر. فيتامين مش عارف فيتامين ايه جيم باين؟ لا ما هو فيها في سي طبعا فيتامين سي جميل خالص. بس حضرتك معاها جرعه سكر فظيعه، طب جرعه السكر الفظيعه ايه اللي هيحصل؟ نمره واحده هتزود الوزن، نمره اثنين هتعلي لي السكر، نمره ثلاثه المزيد من السكر هيتحول الى دهون ثلاثيه. النهارده بكل اسف بشوف فحوص بتاعت شباب عنده دهون دم عاليه. بأمرت ايه الكلام ده؟ صحيح صحيح، هي دي المشكله. هسال سؤال اخير. اتفضل. مش عارفه بقى هو يبقى صح ولا غلط، هو في نظام غذائي بيساعد على التخسيس؟ النظام الغذائي الصحي مع نمط الحياه مع لازم الاثنين مشتركين. طب اخد بقى سريعا ايه نمط الغذائي؟ افطر ايه؟ اتغدى ايه؟ اتعشى؟ لا حضرتك الوجبه تتركب كده. طيب اللي هو الثلاثه اللي احنا قلناها. المتاح عندي نشويات، بروتينات، طبق السلطه الخضراء، خماسي الالوان. كل ما في الامر لو انا عايز اظبط وزني بقل من ده. اقل مش الغي. اوكي. واللي اقله هنا ازوده هنا. خلص قصه. حسب اللي موجود عندي بقى، عندي بضايه اهلا وسهلا. عندي ربنا كرمني بحته لحمه خير وبركه، حد اتبرع لي بربع فرخه شغال. حلو. كبشتين عدس، ايه اللي موجود؟ الموجود بالموجود. الكلام ده يؤكل فطار، يؤكل غدا، يؤكل عشاء، يؤكل في الريف، يؤكل في الحضر، الجوده بالموجود مع نمط حياه يومي سليم. الحركة. مش هاخد واحرش وابرش حركه. طب سؤال بقى اخير. اتفضلي. سريعا ولا لا؟ الحقن فضل. اللي بتتاخد سواء للتخسيس الدهون في البطن، الحقن الموضعيه، الحقن اللي بتتاخد، انا اعتقد في حقنه كده معينه حتى في الكنترول بيقولوا لي على اسمها، انا مش عارفه ده منتج ولا ماده علميه، فمش عايزه يعني اقولها. الحمد لله ان انا بتاع كوسه وبدنجان وخيار بس. عشان اما ارفض الاجابه وامتنع عن التصويت حضرتك تعذريني. مفيش حاجه تخش البق تنقص وزن، مفيش حاجه الف بيها بكمية على الجسم هخرج منها سليم زي ما دخلت. انا بشكر حضرتك دكتور مجدي نزيه استشاري التغذيه، نورتنا وشرفتنا بالمعلومات السريه، شكرا لحضرتك. تسلمي يا فندم. مشاهدينا الكرام بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من صالة التحرير، أشوف حضراتكم يوم السبت القادم على خير إن شاء الله، لكم مني كل التحية فاتن عبد المعبود.